الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الاعزاء، مرة ثانية نتحرك مع هذه الأشواط المتتالية والمتتابعة في فئة الحقائق، وهناك أيضا ما تبقى ثلاث أشواط، ومن بعد ذلك بنرحل إلى أشواط اللقاية. عندنا أيضا 10 أشواط ضمن إشارة سمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان حفظه الله ورعاه. نتقدم في هذا الشوط الثامن لفئة الأبكار ونرحل إلى مقدمة الشوط شوط الجعدان، المركز الأول شاهين راشد بن خميس بن كراز السبوسي. نرحب بك يا بن كراز، أجمل ترحيب، ضيف عزيز مشارك مع بداية الموسم في هذا الميدان. المركز الثاني يتقدم مهيض راشد بن محمد بن خليفة الغفلي، والمركز الثالث من نصيب مطران عبيد بن مصبح بن عبيد بن مصبح بن يولك الاجتبي، والمركز الرابع هذا شعار بن قحيد، هذا شعار بن قحيد على ظهر ملازم محمد بن راشد بن قحيد المهيري، والمركز الخامس فهناك ياتينا مروي وعلي بن سالم بن سريم، والمركز الخامس ايضا مبلش سليم بن حمد الاجتبي، والمركز هناك شعار ابو هليبه وشعار بن رشيد وشعار الشاعر غدير وشعار بن معدن وشعارات. شوفوا غدير، شوف 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 شوفوا الشاعر، شوفوا من 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 الاخير ويطوف ويطوف ويطوف. وين ناوي الشاعر؟ وين ناوي؟ ناوي على الناموس، ناوي على الناموس. وصل إلى المركز الرابع واللي هو شاهين رشيد بن غدير بن سعيد بن غدير الاجتبي. طاف 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 طاف، درب 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 درب. أوه يا الشاعر، الشاعر يوم يشارك لازم أن يسوي لكم، يسجل نقطة. وصل إلى المركز الثاني. أما المركز الأول اللي هو شاهين راشد بن خميس بن كراز السبوسي، والمركز الثالث الله يا غدير قولوا ما شاء الله، نثارها من نثار، وخاروح مع السلامة يا الشاعر. شفت شنبه طاير على فوق، وين الشاعر؟ هو وين الشاعر؟ ما اشوفه هني. يوم بتشوفون نعم المرسلس الأزرق قول الشاعر موجود، ولكن خلاص هو موجود، شعاره موجود، اسمه موجود، ابو سعيد مع السلامه. المركز الثاني هناك بن كراز، والمركز الثالث عندنا الحصان عامر بن خلفان مع الحصان، والمركز الرابع الواش حمد بن سعيد بن حب العامري، وعندنا ايضا الحذر محمد بن عبيد بالطبيعه. ولكن قول عني ما تقول، روح يا الشاعر، روح خلهم يشوفون الا الشعر بس، خلهم يشوفونه ولا يحيدونه، ما يحيدونه لا، خلاص خلهم يفكرون فيه، يفكرون يبي يسجلون في الشوط مره ثانيه. ها قعد غدير موجود، في الشوط، بينسحبون بيسجلون في شوط ثاني. ولكن هذا انك واحد بعد يتحداك يا ها 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 الله 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 الله. اوه الهجوم من الحصان. يلا يا عامر، يلا يا الشاعر، المركز الثالث عندنا الواش حمد بن سعيد بن حب العامري، ولكن شاهين واسرع من الشواهين. نعم 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 نعم، هذا المطلوب، يا الشاعر، هذا المطلوب. الله الله، نعم يستجيب للأوامر ويزيد متى ما طلب منه غدير أنه يسرع تامر وتنهي غدير، و اللي هو شاهين في امرك ينهي، في امرك يمشي. تهانينا والناموس الغدير الثاني العامر بن خلفان. المركز الثالث هناك الواش حمد بن حب، والمركز الرابع بالطبيعه، المركز الخامس بن معدن. 4 دقائق و36 ثانيه، 4 دقائق و36 ثانيه، هذا هو التوقيت، وافضل توقيت وليف الشامسي للشامسي سعيد بن محمد بن عبيد الشامسي، 4 دقائق و30. وين يسكن الشامسي هذا؟ تعرف؟ انت
ترسل سلامات بالعين. سلام يا اهل العين، سلام سلام. زين العين من 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 الفقع تبغي سلامات لين المصانع الجنوبيه. شوامس اكيد ان سكنتهم هناك صوب الفوعه صوب الجيمي، هنا يسكنون. طيب سلام يا الشامسي، سلام سلام للشامسي، سلام اللي صاحب افضل توقيت اليوم. افضل توقيت اليوم سجله وليف في ميدان الهباب، ونحن لازم ان نتكلم عنه. مطلوب منا ان نتكلم عن صاحب ولا صاحبه افضل توقيت اليوم.